وفي آخر جولتنا الإخبارية نلقاكم لأجواء فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن فعاليات موسم الدرعية والمليئة بالفعاليات المبتكرة والمميزة. زميلنا محمد الحسيني نقل لنا جانب من أجواء مطاعم والمنطقة هناك، خلونا نتابع. ليالي الدرعية نحن عندنا مطعم بيتزاريا دي مونتي مثل ما شايفين، ومطعم إيطالي، مطعم بيقدم بيتزا على الحطب، عندنا ستارترز إيطاليان ستارترز وبيتزا على الحطب، جايبين الكونسبت من نابولي خصيصا لبروجكت درعية سيزن. هذا المطعم بالرياض أول مرة especially for الدرعية نايتس، والله أجواء جميلة، السايت مبدئيا كل يوم بيكون فل، الناس كلها مبسوطة باللي عم تشوفه هون لأنه تقريبا أول مرة بيكون شيء بهالحجم هون موجود في ليالي الدرعية. والله مشاركتنا كانت بدايتها من 2019 كانت في الدرعية البجيري، ودي تاني مرة لينا ان احنا نتشرف بوجودنا هنا في الموقع مع بلينك ومع الوزارة، والحمد لله والشكر لله قدرنا ان احنا نحافظ على مكان النخيل وسمعة النخيل داخل الدرعية وداخل البوليفارد. احنا عبارة عن مطعم مصري حجازي لبناني، بنمتاز بالاكلات الشعبية، المطبق، المانتو، اليغمش، تمييز الملوح، الفول، الفلافل، بالإضافة لبعض الأكلات اللبنانية زي المقبلات البرد. والله ليالي الدرعية المرة دي مختلفة تماما، تخش المكان الراحة النفسية، المكان ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، تصميم الإدارة اللي صممت الموقع بجد، التعليقات اللي بتجيلنا من الزباين ومن العملاء ما شاء الله الإقبال على الموقع كبير. الدرعية وجمال الدرعية وأجواء الدرعية وهواء الدرعية وفعاليات الدرعية، صراحة فاتوا الكثير جدا اللي ما زار هذا موسم الدرعية وجماله لهناك. صراحة أنا كل مرة أرتب على أني أروح أخاف من البرد وأقول لأني ما برايحة، بس صراحة كل اللي راح، كل البنات يعني وفي من صحباتي لازم نروح لازم نروح، أنا لي زيارة قريبة جدا وفي العاجل لهذا المكان الجميل، التقرير رائع فعلا. يعني الحلو في الدرعية أنها محافظة على الصورة القديمة، صحيح. في نفس الوقت الأجواء فيها جدا مختلفة عن أي منطقة ثانية في الرياض، محافظة على قصورها، على قلاعها، على جوها، على جمال البنيان فيها، وفي نفس الوقت الكثير من الفعاليات بتصير هناك متناسبة جدا مع ذوق معين ومختلف. التنوع جدا مهم في موسم الرياض وفي موسم الدرعية وفي الفعاليات اللي بتصير، اللي هي طبعا تكون مناسبة للأسرة، للسيدات، للرجال، للأطفال إنهم يروحوا يتفرجوا على ديك المنطقة الأثرية الأكثر من رائعة. ناهيك عن السياح الأجانب اللي يجوا يبحثوا عن هذه الأماكن تحديدا، قبل يومين نفس الشيء كنت في زيارة للمصمك وتعجبت من كمية الأجانب اللي في هذيك المنطقة، في الديرة، في سوق الزل، في الأماكن دي. مرة ما أخذتيني معك، والله أنا رحت صدفة يعني، ما تأخذ أحد دائما ما تاخذها، لان انا اروح بدري صراحه، احب اروح بدري، فانت تكوني على الهواء فانا استغل يوم الاجازه اني اروح بدري. يا اخي لدينا موروث شعبي ولدينا تراث ولدينا عراقه واصاله وتاريخ نفتخر فيها حقيقه. يعني صحيح صحيح، اكد على كلامك رؤاب، الدرعيه ما زالت محافظه على التركيبه اللي هي السهل الممتنع، تراث، أصالة، عراقة، حداثة، يعني جميلة جميلة جميلة. فأنا أنصح الكثير الكثير أنه روحوا شوفوا هذا المكان وزوروا هذا المكان واستمتعوا أكيد بهذا المكان. وزي ما بيقولوا ختامها مسك كان خبر موسم الدرعية، نختتم فيه جولتنا الإخبارية. مشاهدينا نطلع معكم فاصل ثم ننطلق في حلقتنا اليوم.